مبدئيا أستاذ علي، هناك استنفار أمني داخل مدينة القدس المحتلة، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منتشرة في المدينة وتريد أن تمر هذه الأعياد بسلام دون أي مواجهات، ولكن هل تعتقد بأن الشباب المقدسي قادر على المواجهة؟ هل الأمور مهيئة لكي ينتفض ضد هذه الممارسات؟ قبل أعوام أوقف عدة محاولات للاحتلال في مدينة القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك، الآن هل يستطيع إيقاف هذه الانتهاكات؟ نعم أخي الكريم، هون نقطة مهمة جدا، بأن على الرغم من التصعيد الأمني الكبير، ولكن القراءة الأمنية الإسرائيلية في السنوات الماضية تؤكد بأن الاحتلال لا يريد أن تتصاعد الأحداث في هذا الموسم، لأن نتحدث عن موسم ممتد زمانيا يبدأ في 26 من الشهر الجاري شهر أيلول وتنتهي في 17 شهر 10، أي نحن أمام تقريبا 20 أو 25 يوم من الأعياد التي تأتي بشكل متتالي. لذلك لا تفضل سلطات الاحتلال وخاصة المستوى الأمني أن تخوض تصعيدا كبيرا في هذه المرحلة، لذلك تحاول أن تستبق هذه الأعياد بمجموعة من الإجراءات الأمنية، من بينها استهداف المقدسيين، التواصل معهم، اعتقال الكثير منهم، فرض المزيد من القيود والحواجز والاعتقالات داخل المدينة المحتلة. على سبيل المثال، في الشهر الماضي سجلت القدس أكبر عدد من المعتقلين، والقدس على سبيل المثال هي واحدة من المدن الفلسطينية التي تشهد بشكل شهري عدد كبير من المعتقلين، وهذا يؤشر بأن القبة الحديدية الإسرائيلية لا ترخى أبدا عن المدينة. ولكن، وهذا ما أريد أن أشار إليه، على الرغم من هذه القبضة الإسرائيلية، إلا أن السنوات الماضية قد حفلت بمجموعة من الهبات الفلسطينية، قد انطلقت وتفجرت يعني ابتداء من هذه الاعتداءات التي تقام وتنفذ ضمن هذه الأعياد الإسرائيلية. يعني على سبيل المثال، انتفاضة الأقصى جاءت أو تفجرت على أثر رأس السنة العبرية أو بالتزامن مع رأس السنة العبرية. هبة النفق أيضا تزامنت مع عيد الغفران. الانتفاضة الأولى أيضا كانت تزامنت أو تصاعدت بشكل كبير مع عيد العرش. النقطة الأخيرة وهي التي بالفعل علينا الإضاءة عليها هي هبة السكاكين. تفجر هبة السكاكين جاء مع واحد من هذه المواسم وهو عيد العرش، أي أن العمليات الأولى التي شهدتها القدس المحتلة عام 2015 كانت بالتزامن مع هذا العيد، وهو واحد من الأعياد اليهودية الطويلة والذي يشهد عادة كما ذكرت منذ قليل أعداد كبيرة من مقتحمي المسجد الأقصى المبارك. لذلك اليوم الرهان الأساسي والحقيقي على قدرة الشباب الفلسطيني وخاصة في القدس المحتلة وفي الأراضي الفلسطينية عام 48 من الرباط داخل المسجد الأقصى المبارك بأن تتحول هذه، وبالفعل نحن نشاهد ونتابع مجموعة من الفاعليات والفاعلين على الساحة الفلسطينية بدأوا بالدعوة للرباط داخل المسجد الأقصى المبارك، ومنهم جهات داخل الأراضي المحتلة عام 48. هذه النقطة الأولى، إعادة زخم الرباط بشكل كبير جدا وبشكل يستطيع أن يواجه الاحتلال وأن يعرقل على الأقل تمادي المستوطنين في اعتداءاتهم وطقوسهم. وهنا أيضا أعيد الإحالة مرة جديدة لما جرى في شهر رمضان، لأنه نموذج الأقرب ونموذج الأمثل للمقارنة مع ما سيجري في نهاية الشهر الحالي، ولكن وهو الشرك الصوتي.